نسخة الكمفورت من جيلي أميجراند في موديل الأخير 24. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تجهيزاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا اليوم من صالة الإعلان وكلاء سيارات جيلي بالمملكة، نستعرض مع بعض جيلي أميجراند في موديل الأخير 24. نتكلم بالتحديد عن نسخة الكمفورت فيت الستاندر. طبعا نتكلم عن أهم التجهيزات وأهم المواصفات اللي موجودة عليها كسيارة سيدان. طبعا صغيرة بالحجم، تعتبر مميزة من ناحية التجهيزات الداخلية بالإضافة للمساحة الخارجية والداخلية للسيارة والمساحة الداخلية. طبعا مثل ما نلاحظ الإضاءات طبعا هنا بالخلف LED. نجي للواجهة الأمامية ونتكلم بشكل سريع عن تفاصيله ومواصفاته. أول حاجة نلاحظ في الواجهة الأمامية عندنا الإضاءات Full LED بالنسبة للعالي والواطي، المعذرة، الإضاءات العالي والواطي كلها هلوجين مع خاصية الليد النهاري اللي حط تطعيمات كروم بالجزء السفلي للسيارة. أكيد عندنا الشبك الأمامي مثل ما نلاحظ جاي بشكل جميل مع تطعيمات كروم وشعار جيل الجديد. طبعا هنا كأنه كاميرا أمامية لكن ما عليها كاميرا أمامية. عندنا بالجزء السفلي كت طبعا جاي باللون اللي عليه تطعيمات كروم بشكل جميل. عندنا جنوط كروم جاي الجنط باللون الفضي واللون الفضي واللون الرمادي بشكل جميل. مقاس الجنط 16 إنش. إشارات بالمرايات، عندنا خاصية الدخول الذكي أو المتعارف عليه بالبصمة أكيد موجود. هنا عندنا إضاءات خلفية LED مع كاميرا خلفية وحساسات خلفية وديفيوزر بالخلف كتصميم جميل ومميز. الشنطة الخلفية طبعا طريقة الفتح للشنطة الخلفية عندك بالمقصورة الداخلية أو بالريموت. نلاحظ بصمة جيل هنا بالخلف بالإضافة لأميجراند. الجزء هذا جاي باللون الأسود بشكل جميل وملفت للنظر. عندنا حتى هذا الجزء طبعا مثل ما نلاحظ مقابض جاي بلون الباب، فتح غطى التانكي بالإضافة لفتح الشنطة الخلفية بضغط الزر. طبعا هذه هي المساحة الخلفية في السيارة بالكامل. الاستبنة طبعا بالأسفل توصلك لأول محطة. عندنا هنا الإضاءات هيلوجين والكاميرا الخلفية. هذه إشارات الانعطاف. سعر السيارة نتكلم عن 57,900، نتكلم بالتحديد بجزر الكسور 57,000 ريال. اللي حاب يصور الشاشة وهنا بالإضافة لتفاصيل السيارة بالكامل. خلونا الحين نتكلم عن تجهيزاتها الداخلية. قبل ما نتكلم عن تجهيزاتها الداخلية نتكلم عن القلب النابض محرك السيارة. محرك جيلي أميجراند 2024، نتكلم بالتحديد عن محرك 4 أسطوانات سعة 1500 سي سي، الأحصنة 101 حصان والعزم نتكلم عن 142 نيوتن، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك. وهذا هو المحرك بالكامل. إذا جينا لاستهلاك البنزين نتكلم بالتحديد بكل بنزين تمشي السيارة 16.3 كيلو، التقييم ممتاز. بنزين 91 دفع أمامي 2024 1500 سي سي، ناقل حركة CVT. بالنسبة لخزان الوقود نتكلم بالتحديد عن 50 لتر. طبعا التانكي من ناحية السايك. وهذا هو محرك السيارة بالكامل. نلاحظ هنا تانكي البنزين من ناحية السائق. خلونا الحين نتكلم عن تجهيزاتها الداخلية بشكل سريع. وكالعادة يا سادة نبدأ بالمقصورة الخلفية. النوافذ كلها كهربائية، مقابض داخلي مثل ما نلاحظ هنا بيانو بلاك، مساحة تخزين بالأسفل. هذا الجزء كله جلد طبعا بدون تكاية بالوسط لكن فيها مثبت لمرتبة الأطفال أو الأيزوفيكس. عندنا فتحة تكييف بالخلف. عندنا 5 أحزمة أمان بداخل السيارة. عندنا مسند الرأس متحرك بالنسبة للأمامي والخلفي كله بحركة كهربائية. المعذرة بحركة يدوية طبعا تتحكم فيها بالكامل، لأنه أغلب الناس يسألون وضعية مسند الرأس فتحتار فيها بعض الأحيان. عندنا مساحات تخزين بالخلف مثل ما نلاحظ، وهنا هذه بالخلف بإمكانك تطوي المرتبة مثل ما نلاحظ بهذه الطريقة. حتى إذا بغيت مساحة تخزين بالخلف بصندوق الأمتعة تأخذ لك مساحة تخزين.
عندنا هنا من الأمام، من ناحية الراكب الأمامي عندنا مثل ما نلاحظ ما شاء الله شاشة ترفيه، حملة أكواب هنا، المقعد التحكم فيه يدوي، بيانو بلاك هنا، هنا مساحة تخزين بالأسفل، وهذه هي تفاصيلها بالكامل. خلونا الحين نجي للناحية الثانية. طبعا مثل ما نلاحظ هنا كله LED بالكامل. من ناحية السايك طبعا الدخول الذكي موجود على ناحية السايك، النوافذ كلها كهربائية، قفل مركزي بالإضافة للتحكم بالمقعدة يدوي. عندنا هنا التحكم بالإنارة بالإضافة لفتحة الشبطة الخلفية. عندنا هنا مثبت السرعة، الرد على المكالمات، حجرة القيادة طبعا بحركة الاسكوبية مثل ما ذكرنا، تسارع السيارة، نقفل الباب ونطفي الإضاءات. إضاءات داخلية LED ما شاء الله مثل ما نشوف. هنا حاملة أكواب، هنا بريك إلكتروني أوتو هولد بالإضافة للجير أوتوماتيك مثل ما ذكرنا. هنا إضاءات داخلية، نلاحظ هنا الشماسة بدون مراية بالنسبة للسائق وللراكب. حجرة القيادة مكسورة بالجلد. هنا تشغيل السيارة، المناخ داخل السيارة موحد. هنا التحكم بالتكييف، وهنا عندنا الدرج، وهنا عندنا مساحة تخزين، وهذه كل تفاصيله وتجهيزاتها، حاملة الأكواب. وبس هذه هي تفاصيل جيلي أم جراند 2024. وفي النهاية أتمنى التغطية نالت إعجابكم. مثل ما ذكرنا في البداية لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية، والحاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وإنستغرام والفيسبوك، كل الروابط بخانة الوصف، وفي أول رابط تلقون تفاصيل السيارة بالكامل، سعرها ومواصفاتها. في أمان الله.